نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع كابتننا الكبار كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن. كل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم. أجواء كالعادة يعني أجواء خاصة جدا في كأس العالم للأندية والمشاركة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي الأهلي. قيمة كبيرة جدا كالعادة للنادي الأهلي بلاعبيه بمجلس إدارته بجهازه الفني. الحقيقة عندنا أمل كبير وثقة كبيرة جدا إن احنا إن شاء الله بإذن الله نقدر نوصل بعيد جدا في هذه البطولة بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبشخصية لاعبين كبار عودونا على المكسب وعودونا على البطولات. أنا في هذه اللحظات الحقيقة معايا قيمة كبيرة جدا، واحد من أبناء النادي الأهلي، كابتن فريق النادي الأهلي، القلب والروح والشجاعة وشخصية النادي الأهلي وروح الفانيلة الحمراء هتلاقيها فيه. هتلاقي التحفيز الكبير، اوضه اللبس ليه كلام مع اللعيبه بره اوضه اللبس ليه كلام مع اللعيبه في المباريات، ليه دور ملوش دور وعارف قيمه النادي الاهلي. الحقيقه انا معايا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن ايمن اشرف اللي برحب بيه في البدايه. كالعاده كابتن ايمن يعني باصرارك وشخصيتك وروحك وقيادتك لفريق النادي الاهلي على مدار سنين كثيره جدا بنحقق بطولات بسبب نجاح اوضه اللبس. سر نجاح النادي الاهلي في اوضه اللبس شناوي ايمن اشرف ربيعه كل كباتن فريق النادي الاهلي بيقولوا دور كبير جدا عندنا مهمه كبيره كاس العالم. كيف ترى مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم المره الثالثه على التوالي والثامنه في تاريخه كابتن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي طبعا جمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي، الجمهور العظيم اللي دايما واقف ورانا وفي ظهرنا ودايما المساند الاول لينا، فبحييهم تحيه كبيره طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت كده احنا الفرقه ماشيه الحمد لله بشكل كويس الفتره الاخيره، عندنا بطوله مهمه جدا بطوله كاس العالم، احنا دي المره الثالثه على التوالي، فاعتقد ان البطوله ديت احنا فيها اكثر خبره. ممكن البطولتين اللي قبل كده كان فيها شوية قلق، لكن البطولة ديت إن شاء الله إحنا أكتر شجاعة وأكتر تحفيزا من قبل كده إن إحنا نقدر نوصل لحاجة أو رقم قياسي جديد إن شاء الله نقدر نعمله ونوصل لحتة بعيدة بإذن الله. الرغبه موجوده والتحديات صعبه جدا، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى لما بيكون معانا كابتن ايمن بنقدر ان احنا نتخطى. التحضير ازاي لهذه البطوله؟ اللعيبه بتتكلم ازاي ككابتن فريق النادي الاهلي؟ الفكر ازاي في هذه البطوله؟ لان احنا يمكن ربنا جايبها من بعيد شويه، انت عارف طبعا ظروف البطوله، النادي الاهلي ما كانش مشارك لكن في المغرب النادي الاهلي يروح، فيمكن فيها حاجه الهيه من عند ربنا سبحانه وتعالى، مكافاه للناس ومكافاه لعيبه النادي الاهلي. كيف ترى هذا الامر كابتن؟ طبعا يعني زي ما انت بتقول انا يعني هبتدي من نهايه كلامك ان احنا اتظلمنا في البطوله الاخيره بتاعت افريقيا، كنا احنا احق بيها لو كان في عدل ولعبنا في بلد محايد، مش هقول لك 100% كنا كسبنا، بس هقول لك يعني كان الموضوع هيبقى 50-50، لكن انت خسرت بفعل فاعل. لكن طبعا زي ما انت بتقول دي هديه من ربنا على الظلم اللي حصل. طبعا التحضير للبطوله تحضير مختلف شوية، عندنا خبرات منه من سنتين قبل كده، لكن التحضير من اللعيبة الكبار زي الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، السلية، علي لطفي، اللعيبة الكبار كلها، مش عايز أنسى حد، محمد هاني، كل دول ليهم عامل كبير جدا في أوضة اللبس، بنلم اللعيبة بتلم بعضها. يعني أنا الفترة الأخيرة ما بلعبش لكن ليا دور مهم جدا في أوضة اللبس إن أنا ازاي الم الفريق، ازاي ان احنا نبقى رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي في افريقيا، دايما يبقى عندنا هذا الطموح، دايما يبقى النادي الاهلي رقم واحد، مش مهم مين بيلعب مين ما بيلعبش، لكن المهم ان الفرقه كلها لما بعض ومكملين في طريق النصر ان شاء الله. يمكن على ذكر هذا الكلام اللعيبه يمكن الوافدين الجدد كريستو خالد مروان ظهورهم بالشكل المميز ده يرجع للعيبه النادي الاهلي الكبار ان هم ازاي حضروهم نفسيا وازاي دخلوهم في الفرقه على طول. طبعا وكل ما تسال حد فيهم هيقول لك انا دخلت بسرعه جدا، لان احنا اول ما هم جم عملناهم كاخواتنا، يعني ما عملناهمش ان هم حد غريب او حد لسه جاي هيتاقلم على الفرقه بعد شهر او شهرين، لا ده هم اتاقلموا جدا على الموضوع بسبب طبعا اللعيبه هنا دخلتهم في الفرقه بسرعه، وده بيدل على ان اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي دلوقتي مختلفه جدا على اي اوضه لبس في مصر، ان اللعيبه الكبار اللي موجوده قادره تلم اللعيبه وقادره حتى اللعيبه الجداد تدخلهم في الفرقه بسرعه، وحتى اللعيبه الصغيره
لما بيطلعوا من الناشئين بيطلعوا فوق بندخلهم في الفرقه برضو، لان ده من مصلحتنا كلنا يبقى في تنافس في كل الاماكن، وده بيصب في مصلحه الفريق. المباراه الاولى اوكلاند سيتي، شايف التحضير ليها ازاي؟ شايف المباراه ازاي بعيدا عن الترتيبات والقيمه الكبيره للنادي الاهلي وتاريخه؟ لكن انت عارف يا كابتن ايمن، مباراه كاس العالم محتاجه تركيز كبير وجهد كبير جدا لاخر لحظه، كيف ترى البدايه ومطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ايمن؟ طبعا يعني مش تفرق الاسماء، الاسماء طبعا ممكن يعني توديك في حته تانية خالص، توديك فوق او توديك تحت، لكن لا احنا ما بنفكرش في الفرقه اللي قدامنا. طبعا تكتيكيا وخططيا دي ترجع للراجل، هو اللي يشتغل على النقطه دي، لكن احنا كتفكيرنا احنا لا، احنا بنلعب فرقه في كاس عالم، محتاجين نكون بكامل تركيزنا بكامل روحنا عشان نفرح جمهور النادي الاهلي العظيم. جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه كان ليه رساله كبيره جدا في اخر مباراه او المباراه الاخيره وعلى طول على مدى على طول، لكن الحقيقه الفتره اللي فاتت كان تحفيز كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، الغيابات الكثيره جدا، كان لاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12. كابتن ايمن اشرف يقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي مطلوب منه لسه كتير كمان الفتره اللي جايه؟ هو طبعا مطلوب منه انه يكمل دعم طبعا اللعيبه، ويكمل دعم في مش في وقت المكسب بس، يعني بيمر علينا لحظات قبل كده خساره وكانوا واقفين في ظهرنا، ودي كانت حاجه كبيره جدا. ما هو دايما جمهور النادي الاهلي كبير بسبب المواقف بتاعته، مش دايما معاك في الحلوه بس، لا هو بيبقى معاك في المره كمان، فدي حاجه تحسب لهم يعني. بتمنى طبعا منهم ان هم دايما يساندونا ودايما يكونوا في ظهرنا، لان هم اللاعب رقم واحد زي ما انت بتقول، هم موجودين في الملعب، فهم بيدونا. لو كل لاعب بيدي 70%، فكل واحد بيدي 200-300% لو هم موجودين في الملعب، فدي حاجه طبعا بنشكرهم عليهم طبعا على الدعم الكبير اللي هم بيدوه لنا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله مزيد من الدعم منهم لينا ان شاء الله. وبنوعدهم بان احنا نعمل اقصى حاجه عندنا ونوصل نعمل حاجه كويسه في كاس العالم ان شاء الله. حبيبي شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن فريق النادي الاهلي كابتن ايمن اشرف على الروح الكبيره وعلى يمكن الحديث الكبيره جدا على جمهور النادي الاهلي. عقليه لاعبي النادي الاهلي بتبقى امر مهم جدا، بتديك رساله وبتديك انطباع ان فكر كده، الفكر هو البطوله، الفكر هو الفوز، الفكر هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. يا رب كالعاده بالروح والشخصيه والاصرار الكبير جدا اللي معتاد عن فريق النادي الاهلي نقدر نوصل لمدى بعيد جدا في كاس العالم للانديه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي.